الطغرائي الوزير السلجوقي العميد أبو إسماعيل الحسين بن علي الدؤلي الكناني المعروف بالطغرائي شاعر وأديب ووزير وكيميائي ولد في أصفهان لأسرة عربية الأصل من أحفاد أبي الأسود الدؤلي الكناني برع في الكتابة والشعر وصار وزيراً للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي صاحب الموصل ثم تولى وزارة ديوان الإنشاء من أشهر قصائده لامية العجم قال فيها أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي رضا الذليل بخفض العيش مسكنة والعز عند رسيم الأينق الذلل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل لم أرتضي العيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولت على عجلي ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل ويا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.